صباح الخير يا مصر. مشكلة المكنة الصيني ان الكرسي اللي ورا بيتقطم تصميمه اصلا غلط. انا بقى رحت جبت دول اهم من عند بتوع المسامير، بتوع مسامير العربيات والحداد والبويات، الناس اللي هي الاماكن الكبيرة تلاقي يقول له زاوية 17 3 خروج مش غالية. هنلحمها ونرجع بقى تاني ان شاء الله، هنلحمها او هنجيبها احنا باللحم عشان مش معايا حل. عدنا كده هنبقى كده عشان اوقف عشان الكاميرا عشان كده اتلحم بقى تمام اهو زي كده، يبقى فيها قوة. لما تيجي تدوس من هنا اهو، لما تيجي تدوس من هنا حط تقل هنا، دي من هنا بتتقطم ومن هنا بتتقطم، بس لما التانية اتقطمت من هنا من هنا اتكسرت كده. ان شاء الله يبقى تمام التمام. كرسي بقى كده فيه عنصر قوة هيبقى كويس. ركبها اجي لكم، لكن سعود صباح الخير يا كابتن عبد النجا. عدنا خلصنا اهو، تحس ان البتاع بتاعتها كده. لحمنا المخشور هنا ولحمنا المخشور هنا، شاية بوهية بقى فضة اهي، ظبطت الكلمة عشان مش تصدق كده. ايه ازيك يا باشا؟ كده عاملة بقى الحامل العزيزة بتاعتي دي، تحس والله العظيم ان هي بتاعتها. بص تحس ان هي بتاعت المكنه، بص تحس ان هي بتاعت المكنه كده. بقى تحمل تقل براحتك بقى. اشتروا يا جدعان والله، عشان في يعني ايه برضو تنفع الناس يعني. كل شويه في ناس كل شويه كرسي يتكسر يروح اللحام ويتقطم. اما دي لو واحد جاب، لو جاب الكرسي جديد قبل ما يتكسر ولحم الفكره دي هتبقى كويسه وتعجب الشباب كلهم اللي عندهم مكنه صيني. وكان معكم الكابتن عبود النينجا من الزقازيق، ودي تحيه عشان انا راجل محب بلدي شويه. تحيه مصر عامه، سلام عليكم.